حقائق لا تعرفها عن مستر بين روان أتكنسون. روان سباستيان أتكنسون ممثل ومؤلف ومنتج وكاتب وسيناريو إنجليزي من مواليد 6 يناير عام 1955، وهو أحد المشاهير الذين يتحفظون عن الإفصاح بأسرار حياتهم الشخصية وتفاصيلها. وكان أصغر أشقائه الأربعة، ولد في بلدة كونست للوالدين إيريك وإلي ماي. على الرغم من أنه كان في صغره مهرج الفصل أي أكثر الطلاب إضحاكا، إلا أنه أصبح في سنوات ما قبل المراهقة أكثر وعيا بذاته وأكثر هدوءا. رجل ذو علم كبير، تخرج من جامعتين، جامعة نيوكاسل وجامعة أكسفورد في الهندسة الكهربائية. كان زميل الدراسة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مدرسة تشريستر دورهام. تعد سيارات واحدة من الأشياء المفضلة التي تصل لحد الشغف، حتى أنه قال بأن واحدة من أفضل اللحظات التي عاشها إلى جانب العلاقات الشخصية كان الدرس الأول لنيل رخصة القيادة الشاحنة، وقد أولع بالسيارات منذ صغره، ما جعله في إحدى المرات يقود شاحنة والده. يفتخر بامتلاكه مجموعة من السيارات السريعة، وهي أستون مارتين وهوندا وأودي ومكليرن F1، لكنه قال بأن لديه مشكلة مع سيارة البورش. سبق وأن حدث معه حادثي سير، كان في 2011 وكان خطيرا وقد اصطدم بشجرة، وتسبب ذلك بخلع في كتفه وقد تدمر بالسيارة بشكل كامل. وكانت سابقة في تاريخ إنجلترا في أن تدفع شركة تأمين 1,000,000 جنيه استرليني كتعويض. يقوم روان مستر بين بكتابة مقالات أسبوعية عن السيارات في العديد من المجلات البريطانية. يعاني مستر بين من التأتأة، لذلك لا يقوم بالعديد من الأحاديث الصحفية أو التلفزيونية حتى يبتعد عن الإحراج. في العام 1990 تزوج من فنانة المكياج في بي بي سي سانتيرا ساستي، ورزقا بليلى وبنجامين، وفي شباط 2014 كانت هناك دعوة طلاق بينهما. يقول بأن المرة الأولى التي خرج فيها مع رفقة ساستري لم يقل شيئا سوى أنه طلب منها تمرير الكاتشب. وخلال حياته المهنية وصلت ثروته ل 130 مليون دولار. وفي العام 2001 وخلال رحلة إلى كينيا مع العائلة في الطائرة، دخل قبطان الطائرة في النوم حتى أنها بدأت تهوي للأسفل، مما دفع مستر بين بتولي زمام الأمور في قيادة الطائرة، لولا أن القبطان استفاق في هذه اللحظة وهبطت الطائرة بسلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة مجال إهناك.